مليو ماريو. نينتندو هي شركة يابانية تأسست منذ 1889، كانت من أول الذين روجوا صناعة الألعاب الفيديو في العالم، ولها تاريخ عميق في هذا المجال. نينتندو لديها أكثر من 20 سلسلة ألعاب، منهم سوبر ماريو، ليجند أوف زيلدا، مترويد، دونكي كونغ، كيربي، سوبر سماش بروس وإلى آخره. نينتندو لديها كوميونيتي كبيرة جدا في اليابان والغرب. ساحة اليوتيوب الغربية فيها الكثير من صانعي محتوى خاص مثل جيم اكسبلين، اتيكا نتورك، كوبنر ماني 56، دوم تندو الى اخره. لكن ماذا عن ساحة اليوتيوب العربية؟ هناك نسبة ضعيفة من العرب الذين تربوا على العاب نينتندو في صغرهم مقارنة بالغرب، لذا الاغلبية يلعبون الشوتر والعاب الرعب والاستراتيجية، والكثير من يظنون ان العاب نينتندو للصغار بسبب ديزاين شخصياتها. لكن بسبب نجاح نينتندو سويتش، هناك بعض اليوتيوبرز الذين سووا فيديوهات لألعاب مشهورة مثل زيلدا، بريث ذا وايلد، وسوبر ماريو اوديسي، وخاصة لعبة سوبر ماريو ميكر على الويو. والفيديوهات تكون عامة ومجردة من الحب والمعلومات حول ألعاب نينتندو. هناك بعض القنوات اللي ختمت إحدى ألعابها بخلاف تختيمات الشوتر مثلا بوكيمون أو كيربي، إلا أنه لا يوجد قناة عربية خاصة بألعاب نينتندو بجودة تنافس القنوات الغربية، الى ان اتت قناة ملو ماريو. انا فان كبير لنينتندو والعاب البلاتفورمز، استغربت من عدم وجود قناة خاصة بنينتندو، فقررت ان اقوم انا بتلك القناة. في فترة 5 سنوات قمت باكثر من 500 فيديو و25 تختيم و50 جيم بلاي. يمكنكم تجدوا تختيمات تعليق عربي للعبكم المفضلة في هذه القائمة بالصفحة الرئيسية. يعني ختمت سوبر ماريو وورد، سوبر مترويد، دونكي كونغ كونتري، ماريو كارت 8، لويجيز مانشن، ستار فوكس 64، كيربي تريبل ديلوكس، زيلدا اوكارينا اوف تايم، وزيدا العاب سونيك مثل كيما سونيك 3 اند ناكل، سونيك كولر، سونيك مانيا، وبرشا العاب تلقاهم في قناتي. وهناك تختيمات في شكل لايف مثلا بانش اوت او رايثم هيفن او سوبر مونكي بول، كثير من العاب. خطة القناة حاليا هي فيديو سوبر سماش بروس ويو كل يوم جمعة، تختيم ألعاب نينتندو في شكل لايف ستريمز، وتعليق على حلقات نينتندو دايركت. صدقوني رو في قناتي يمكنكم تتحدثوا حول نينتندو وكل ألعابها بكل أريحية، وتستمتعوا بمحتوى أصيل تجدوه في قنوات أخرى. بالطبع إذا عجبتكم القناة يمكنكم الاشتراك كي يصلكم اللايف التي أقوم بها. وأعتذر إذا لم تجدوا تختيمات ألعاب نينتندو سويتش، لأنه ما عندي فلوس حاليا والمحاكي غير شغال. حسيلو، نتمنى لكم نهار طيب. اتسمي ملو ماريو في من الله.